بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والدكتور جميل قدسي يجيبك مباشرة. في الحقيقة جاءني سؤال من الأخ سامي. يقول الأخ سامي: دكتور جميل، سمعت لك في محاضرة سابقة أن الفيروسات تختلف عن بعضها البعض وأنها أمم أمثالنا، فهل البكتيريا مختلفة أيضا؟ وكيف يمكن معرفة أنواعها إذا كانت مختلفة؟ وهل الأنواع المختلفة تسبب أمراضا مختلفة للإنسان؟ في الحقيقة الأستاذ سامي وسأل عدة أسئلة في الحقيقة، ولكن إن شاء الله أملي بالله أن نجيبه يجيب على كل هذه الأسئلة. صحيح أخي، بالفعل البكتيريا أيضا هي مختلفة وهي أمم أمثالنا كما يقول الله سبحانه وتعالى. والحقيقة إنه هذه البكتيريا عندما درسوها وجدوا العلماء أنه صنفوها عدة تصنيفات. واحد من التصنيفات الشهيرة في الحقيقة التصنيف حسب الصبغة، يعني بياخذوا هذا الجرثوم عشان يتعرفوا عليه بيصبغوه. من أشهر الصبغات العلمية صبغة بسموها صبغة الجرام، اختراع عالم اسمه عالم جرام. هذا العالم اخترع الطريقة بيحط فيها عدة مواد كيميائية، فوجدوا أنه بعض أنواع الجراثيم بيكون لها غلاف خارجي، هذا الغلاف الخارجي له تركيب خاص، فيلتقط بعض المكونات من أجزاء صبغة الجرام، فسبحان الله بصير الجراثيم إيجابية الجرام لونها بنفسجي. ولكن وجدوا أنه النوع الآخر من الجراثيم سبحان الله ليس فيه طبعا عنده غلاف خلية، ولكن ليس فيه هذه المركبات اللي كانت موجودة في الجراثيم إيجابية الجرام، ولذلك هي لا تستطيع أن تأخذ الصبغة اللونية التي أخذتها، فيظهر لونها عادة باللون الزهري. ولذلك الجراثيم بعد ما تصبغها بصبغة الجرام إذا ظهر لونها بنفسجي بسموها إيجابية الجرام، وإذا ظهر لونها سبحان الله زهري بيكون عادة سلبية الجرام. ليس هذا فقط، هناك بعض الجراثيم وجدوا لا تتلون لا بإيجابية الجرام، يعني بصبغة الجرام لا هي إيجابية ولا هي سلبية. السبب في ذلك أنه أحيانا بعض الجراثيم لا غلاف لها، مثل المايكوبلازما، أيضا عصية السل سبحان الله وجدوا أنها لا تتلون بصبغة الجرام، وأنه نحتاج إحنا إلى صبغات خاصة وطرق خاصة من أجل الكشف عن هذه الجراثيم. ليس هذا فقط، لما درسوا الجراثيم من حيث الشكل وجدوا أن الجراثيم تختلف عن بعضها البعض من حيث الشكل، فهناك جراثيم عادة بيكون شكلها مكور مثل الكرات سبحان الله، وذلك بيسموها المكورات، ومن أمثلتها المكورات العنقودية والتي تظهر عادة مثل عنقود العنب، وعادة هذه بتسبب التهابات الجلد ودمامل الجلد والخراجات الموجودة، خراجات هذه مشهورة المكورات العنقودية، وأيضا ممكن تصطف بتكون شكل كرات ولكن شكل مثل المسبحة، فيسموها المكورات السبحية أو العقدية سبحان الله، وهذه عادة بتسبب بتعيش على الجلد، ممكن تسبب تسوس الأسنان، ممكن تسبب التهاب اللوزات وهكذا. عادة الجراثيم المكورة سبحان الله هي عادة إيجابية الجرام، ولكن هناك بعض الجراثيم المكورة سلبية الجرام، مثل جراثيم التهاب السحايا سبحان الله، صحيح هي مكورة ولكنها سلبية الجرام. أيضا بعض أنواع المكورات الرئوية تيجي بشكل ثنائي ليست إيجابية الجرام، هي سلبية الجرام سبحان الله. الشكل الثاني من أشكال الجراثيم عادة بيكون عصوي، شكله مثل العصا سبحان الله، وعادة المكورات اللهم صل على سيدنا محمد العصوية بتكون سلبية الجرام، يعني معظمها سلبية الجرام إلا بعض العصيات بتكون إيجابية الجرام، مثل الأنثراكس اللي هي بنسميها إحنا الجمرة الخبيثة، يعني الجرثوم اللي بيسبب الجمرة الخبيثة سبحان الله، هذا شكله عصبي بس مش سلبي الجرام زي معظم العصيات الأخرى، هو يعني من الجراثيم القليلة اللي بتكون إيجابية الجرام. وهناك في الحقيقة بعض الجراثيم لا هي كروية ولا هي عصوية، هي في الحقيقة عبارة عن حلزون. أشهر هذه الجراثيم سبحان الله اللي هي اللولبية الشاحبة. إيش هذه اللولبية الشاحبة؟ هذه جرثوم شكله لولبي بيظهر بلون شاحب تحت المجهر، وهذا الجرثوم المشهور الذي يسبب مرض السيفلس الشهير، المرض الجنسي الذي ينتقل عن طريق الجنس، والذي أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية حدوثه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. طبعا هذا الحديث رواه الألباني وخلاصة الحديث صحيح. أيضا هناك حديث آخر يشابه في المعنى يقول: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القتل. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. وفي الحقيقة أن كثير من الناس يسألني عن الجرثومة الحلزونية، جرثومة المعدة الحلزونية، اسمها حلزونية، هل هي صحيح شكلها حلزوني؟ نقول لا، غير صحيح. هي لا تصنف من الجراثيم ذات الشكل الحلزوني، هي نوع من أنواع العصيات ولكن شكلها ملتوي قليلا، من أجل هذا يطلق عليها الجرثومة الحلزونية، ولكن فعليا وحقيقة هي ليست حلزونية مثل اللولبية الشاحبة اللي بتسوي مرض السفلس. طيب بشكل عام وجدوا أن الجراثيم موجبة لجرام عادة تصيب الجزء الأعلى من الجسم، يعني التهاب الأنف، التهابات الأذن، التهابات الحنجرة، التهابات البلعوم، التهابات القصبات، القصيبات، سبحان الله، الأذن الوسطى، كل هذه الالتهابات عادة تحدث بواسطة جراثيم إيجابية لجرام. ولعل أشهر هذه الجراثيم إيجابية لجرام اللي هي الستريبتوكوكس اللي هي البايوجينس، المكورات العقدية القيحية التي تسبب التهاب اللوزات القيحي، وتحدثنا عنها فيما سبق. ولكن لاحظوا أن الجراثيم عادة التي تصيب النصف السفلي من الجسم هي الجراثيم سلبية لجرام، مثل مثلا التهابات المعدة والأمعاء اللي بتسبب إسهالات شديدة، الالتهابات البولية، التهاب المثانة النزفي، التهابات التناسلية سواء عند الرجال أو عند النساء، معظمها بتكون عادة بجراثيم سلبية لجرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أخي أن أكون قد أجبتك على سؤالك بإذن الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في أسئلة أخرى وأجوبة أخرى. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.